الحمد لله على السلامة، ألف الحمد لله على السلامة. والنبي البيت كان مظلم من غيرك. اه والله يا جدو. دقايق تلاقيك على لحم بطنك. مش جعان؟ مش جعان. ازاي مش جعان بس؟ بقولك مش جعان يا شوقية، أنا عايز أنام، أنا بقالي يومين ما نمتش. أمال فين عمر؟ في الطريق زمانه جاي، أول لما يجي هتلاقيه داخلك على طول. إيه في الطريق؟ مش عايز حد يصحيني. أنام وأصحى براحتي. هو تيتا فين؟ راح مشوار، بإيده مصلحة. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ هو صرف فلوس العدة ولا لسه؟ يا نهار أسود، هو الموضوع وصل لك أنت كمان يا فولة؟ ما هي دي المصلحة اللي تيتا رايح يشوفها. طب بقول لك إيه؟ فلوس جاهزة. زيالو. مسا مسا على عم دشاط مصر عم نغمات. اهلا يا تيتا، اهلا يا حبيبي. انت وهو شروطي هتأجر تدفع تدفع تشيل. ومين قال ان احنا مش هندفع بس؟ فلوسك اهو. الفلوس ايه يا بيت هوفن السنتيقة؟ لا دول ناقصين يا عم. وانت لحقت عديتهم؟ ما احنا عارفين، احنا عارفين ان هما ناقصين. ما دي اشكال ناس هتجيب لك فلوس كامله برضو. انا عايزك تفتح لنا قلبك، افتح لنا قلبك وادينا العده نخلص بيها المرزقه، وهنيجي هنا نقبجك فوري. يلا يا ابني انت وهو، يلا. ده محل اكل عيش. ايه محل اكل عيش بيبيع سندوتشات يعني ولا ايه؟ ملعون ابوك يا فرح وابني للاندال. اندال مين يا ابني الله؟ ملعون ابوك يا فرح وابني للاندال. غور يالا انت وهو، غور. طب هنعمل ايه يا جدعان؟ فل عملت اللي عليها وبرضه الفلوس مش مكفيه. ولا يهمك يا تيتا، البوت ده حلاه. ايه ده؟ ده مفتاح محل سيد نغمات، هنطلع عليه نسخه، نيجي بالليل ناخد العده ونطلع بيها على الفرح، نخلص المرزقه ونرجعها له تاني. يخرب بيتك يابا عادي، بس تعرف النيه اهو. بدا موفقه حراميه. انا مش عايز كده يا رب. سامحنا يا رب. هنمشي ولا ايه؟ ولا ايه؟ والله تعالى يا فضيحه.